السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله اليوم في مخرج خمسة. خمسة شباب، بارك أحمد. تمام الحمد لله. نواف كيف أمورك؟ حب. هلا بالحب. فيصل هلا وسهلا. حيا الله محمد. هلا والله. مخرج خمسة وش وضعه؟ جيك زحف مخرج خمسة. بالعكس أنا أشوف الطريق في وسائل سلامة في كل شيء. أنا بالنسبة لي مخرج خمسة يا شيخ يبغاله إعادة هيكلة من جديد. مخرج خمسة تستطيع النقد فيه بصراحة. أقول مخرج خمسة نفجر فيه من هسه. شباب زحمة اعوذ بالله. اطلع قدام عدريله عدريله همش قدام. لا انت تحت ما نشوف فيه. وين نقعد؟ خلنا نرقى فوق. فوق فين؟ فوق فوق يا اخوي. عندك هذا الرجال ما قصر، جايبنا مقاعد منصة. وين الرقم؟ مو عندك؟ دائم كذا دائم كذا انتم ما تاخذون اشياء. زحمة 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 فوق. لا خلينا طيب. نجلس هنا. خلونا نروح نسأل الأمن ونسأل. انت لحظة انت المفروض يا يمن ما عندك احد. بس يا اخوي انت مهزوم اصلا. تعال دائما كذا النصراوية. ليش جاي اصلا؟ المهم يا عيال جاي للعالم. جاي طيب اسمع عالمي امعق عالمي والله. اقول لا تغلط على عالمي لو سمحت. قال عالمي. اقول انتم والله مدر بس يا عيال بالله تكفون. هدوء وخلونا نتفرج مباراة وشوفنا التعصب ذا ما نبغاه. يلا يلا انتم من عالمي. يلا هم يخلونا ساكتين دائما. طيب انت تبدا المباراة. طيب والله اللعيبة نزلوا يا عيال. نزل الشلهوب. ايوه يا الشلهوب يا مرهوب. هو موجود الشلهوب الا موجود. ايه الشلهوب ايوه. المهم اسمع انت محمد، اذا انهزم الهلال اليوم بتعشينا غصبا عنك. من اللي بينهزم؟ لا مستحيل هذا الزعيم. بالله ماجد دقيقة ايش بو الزعيم؟ زعيم وايش ما في امل انه قال العالمي. اي والله مسكين عالمي. احنا وصل العالميه من يا شيخ. واخر العالميه اللي وصلناها في عام 2000. اقول لك لحظه تفضل، انت عندك مداخله؟ ايوه. ايش هي؟ الشباب متابع العالم. انت تحسب نفر ابو زاشر؟ انت شكلك عليهم سعيد العويران. الله يحفظك سعيد العويران. دقيقه عبد الله، انت الحين احنا جايين انا وماجد نصراويه ومحمد ويزن هلاليه. انت جاي ايش تبغى؟ انا جاي موقع من الاعراب اجي في النص بينكم اللي يفوز اتعشى. الحين انت تشجع شباب؟ ايه. قم اجي هناك ولا لا؟ لا والله تقوم هناك. اجل ولا كلمه يا اخي، ما لك علاقه في النصر. دقيقه يا اخي شبابي، ما لك علاقه في النصر. وين النصر؟ ما تتكلم في النصر يا اخي. طلعوا برا برا يا ابو اللي ما ادري برا. انتم خفوا بعد بدت المباراه يا عيال. بدت المباراه يلا ان شاء الله. ايه يا رجال تسلل بس يا رجال وخر بس الحين تشوف الهلال كيف يرجع. هجمة يا عيال. الله يستر غطي من الدفاع. تعبان هذا فرناوي. فرناوي انزل فرناوي. شوف ما عنده سامة. يلا اخر ناوي طلع السر ياسر. الحين الهدف حق الهلال هذا مو فاول. بالله ماجد مو فاول. إلا فاول كيف؟ لا لا يا حبيبي هدف صحيح ما في اي شيء. قال فاول مرتده بعد. المهم نتيجه تعادل. المهم تنهزمون هذا المهم. وين يجي الثاني؟ باقي تنتهي المباراه. باقي يا اخوي العالمي باذن الله ان شاء الله. باقي لها دقيقتين يا شيخ. روح انتوا العالمي بس يا رجال الحين رقعكم. صفر يا حكم. كل ما فزنا قالوا حكم. انا ادري من هالسوالف هذه. عندكم سالفه جديده اعطنيها. غير والله صفر الحكم. لحظه وين زحمه بنطلع الحين يا ابوي. خلنا تخف الزحمه يا عيال. لا نطلع الحين في الزحمه. بالله ياسر وين
لحظة عيال والله في علب مويه قاعدة ترمي من فوق يا الحبيب اي اصبق النصراوية يا شيخ هذه كاتب انتبه اصبق النصراوية دا على راسه اضربه يا ابوي وين والله قاعد يربونا شوف الخال الصغير يا اخوي جمهور الهلال كله طلع ما في الا جمهور النصر هنا ايش رايك ماجد نبلغ على العيال نبلغ ليش لا يا شباب في هلالية هنا اثنين في هلالية يلا محمد حطيه يلا محمد يلا يلا مخرج خمسة مخرج خمسة أيمن حنبدأ اللي بعده مخرج خمسة خمسة شباب لا لا بكرة عندي مشوار أنا عندي مشوار لا لا والله بكرة موضوع مهم تكفون لا تأخرون أوكي أوكي جبت لحالك فمان الله مخرج خمسة فكرة وإعداد ياسر الشمراني إخراج أيمن رزق